know, it's a long time I've spoken English, you know? Today I want to speak English like a British man, eh? Yes, see, speaking English is good, you know? Yes, it makes us speak long English. Yeah, it's nice for us. So today we're going to talk about the English language. Do not say to Bono Tanga, as you out here, Tanga, that is what means by one day. This is the way a person says, Calapa. Who was your cake, Casa Cade, Radio Gun, the Cade, or what you want? Oh, yeah.
Thank you.
الوقفه ما عندها ما يسولي الوقفه ما متكنتي قعدوا تاع لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إليك نشكو ضعف قواتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتهجمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات
وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم إلى الجنة مأوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم إنا نسألك الأمن والفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا
فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك الفجر 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 راديو الفجر يا راديو انتي مدزامة La 108, la radio des hommes intègres, passe le message.